أثبتت المجمعات الصناعية نجاحا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تحول فيها عدد من العاملين بمجال الصناعة إلى مستثمرين. وتسهم النهضة الصناعية التي تشهدها مصر في توفير العملة الصعبة من خلال تقليل الفجوة الاستيرادية والعمل على تعزيز الصادرات من أجل تنويع مصادر الدخل للاقتصاد القومي. دعم كبير توليه الدولة للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وهو ما انعكس إيجاباً على كافة العاملين بالقطاع الصناعي، حيث أثبتت المجمعات الصناعية نجاحاً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تحول فيها عدد من العاملين بمجال الصناعة إلى مستثمرين. كذلك تحويل عدد من التجار المستوردين للبضائع الأجنبية إلى مصنعين ومصدرين لعدد من دول العالم بأوروبا وأمريكا وآسيا أيضاً. احنا بدأنا حوالي سنة 2000، كان في طلب على المنتج المحلي، فحاولنا ان احنا نغطي الطلب دوت بان احنا نبدا نصنع احذيه ومنتجات جلديه واحذيه رياضيه يعني وكلاسيك وكلام زي كده. فبدانا من سنه 2000 طبعا كمصنع صغير جدا، مع الوقت قدرنا ان احنا نطور من نفسنا، نطور من خطوط الانتاج، نطور من المكن، نطور من طريقه صناعه الحذاء في مصر، ووصلنا لمراحل طبعا متقدمه جدا في الموضوع. استعنا بخبرات من كل البلاد، استعنا بخبرات من ايطاليا، استعنا بخبرات من تركيا، واستعنا بخبرات من الصين، ويمكن اكتر من كده كمان. يعني انا بقول اللي انا فاكره دلوقتي، وصلنا لمرحله ان احنا بقينا بننافس على مستوى يعني دولي. وتساهم النهضة الصناعية التي تشهدها مصر في توفير العملة الصعبة من خلال تقليل الفجوة الاستيرادية والعمل على تعزيز الصادرات من أجل تنويع مصادر الدخل للاقتصاد القومي. شغالين في الصناعة من 20 سنة. طبعا في البداية كان الموضوع ما كانش بالحجم ده، اتجهنا للصناعة لأن التجارة كانت بدأت تندثر وما عادتش صحية زي زمان، والصناعة لها المستقبل. فطبعا الدولة قدمت تسهيلات كتير للصناعة والاستيراد الخامات والحاجات دي. احنا في البداية جبنا حبينا نطور المنتج، قلنا في الاول احنا بنستورد المنتج الاجنبي، طب ليه احنا ما نصنعوش؟ جبنا المكن، طلعنا جبنا الخامات الاجنبية والمكن الاجنبي، وطلعنا بره درسنا ازاي بينتجوا وبيصنعوا المنتج، ونقلنا التجربة هنا في المصنع. احنا بنهتم بجودة المنتج بتاعنا من بداية ما بيخش على الخط لحد ما خلاص ووصل للفينش الاخير ان هو يتسلم للعميل. فاحنا يعني احنا منتج مصري، فاحنا دلوقتي احنا بننفذ المنتج المستورد، فلازم نطلع المنتج بتاعنا بجودة عالية جدا، بحيث ان هو يعني يبقى ليه اسم ووزن في السوق، ان احنا نقدر ننافس بيه المنتجات المستورده، بل ان المنتج المحلي بتاعنا افضل من المنتجات المستورده كمان. وشهدت محافظه بورسعيد انشاء العديد من المجمعات الصناعيه التي جذبت الكثير من صغار المستثمرين، واصبحوا من المصدرين الى دول عده في العالم، ومن بينها مجمع 58 مصنع ومجمع 118 مصنع وغيرها من التي يتم انشاؤها حاليا نظرا لاقبال المستثمرين عليها.